ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، هذا ما طالبت به الحكومة اليمنية ومن خلفها الشعب اليمني بكل شرائحه. يطالبون العالم بتصنيف هذه الجماعة إرهابية بعد أن عاثت بالبلاد وقتلت العباد نساء وأطفالا، ودمرت المنشآت وحاصرت المدن وجوعت الموظفين ونهبت كل مقدرات الوطن، ولا زالت تفجر وتهدم وتقتل وتستهدف الآمنين. يجب تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية لأنها جماعة انقلابية، انقلبت على النظام ليس هذا فحسب، ولكنها لأنها ترتكب أبشع الجرائم، لم تترك مقدسا إلا وانتهكته، دمرت البيوت، فجرت المنازل، قتلت الأنفس، واعتدت على كل مقدسات اليمنيين، وبالتالي يجب تصنيفها جماعة إرهابية. يجب تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية كونها تنتهك قانون الدولي والقوانين الإنسانية والقوانين الإسلامية. هي تقتلع كل شيء جميل في هذه الأرض الطيبة، أكان على مستوى اليمن عموما أو على مستوى تعز. يقتلون الشجر والحجر والأطفال والنساء، هم لا يرقبون في أمر إلا ولا ذمة. هؤلاء أعداء الإنسانية، مشروعهم مشروع الموت. أبناء تعز أكثر من يعانون إرهاب ميليشيات الحوثي الإنقلابية منذ أكثر من 5 سنوات، حصارا وتدميرا واستهدافا إلى منازلهم، لذا هم اليوم يطالبون العالم بتصنيف هذه الجماعة جماعة إرهابية كونها مارست الإرهاب على المدنيين وخاصة النساء والأطفال، قتلا وجرحا وتدميرا لمنازلهم وأحيائهم وروعتهم، وما زالت تستخدم ضدهم كل أنواع إرهابها ليلا ونهارا، ناهيك عن تعذيب المختطفين لديها وخاصة مئات النساء المختطفات في سجونها السرية بجريمة لم يعرفها اليمنيون من قبل. هناك العديد من السجون السرية تتعرض فيها المرأة للانتهاكات، أيضا تتعرض للقتل والإصابة والعنف والتحرش والتهجير، ونحن لا نقبل بهذه الأعمال. صوت واحد، الحوثي جماعة إرهابية. أدعو العالم إلى تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية. هذه الجماعة التي استهدفت البلد، انقلبت على الشرعية، على الدولة، استهدفت المدنيين، قصفت المدن، قتلت الأطفال، قتلت النساء، استهدفت الجامعات، استهدفت المدارس، استهدفت وطن بأكمله. الحوثيون أوصلوا اليمنيين إلى المجاعة والفقر المدقع، وهي تنهب خيرات البلاد وتخطف أرزاق وقوت المواطنين من أفواههم وتقتلهم بسلاحها الذي توفره على حساب لقمتهم، بحرمانهم من خيرات بلادهم ومصادرة الرواتب، وكل ما تمارسه ضد من هم تحت سيطرتها بالتجويع أو ضد من هم في مناطق الشرعية بتوجيه السلاح لقتلهم هو الإرهاب. ويكفي أن تعيش محافظة لما يقرب من 6 سنوات تحت الحصار والقتل ليصنف العالم الحوثيون جماعة إرهابية.